في أوكرانيا أجهضت أمنيات حلول السلام مع بداية العام الجديد في ظل استمرار القصف المتبادل بين الجيشين الروسي والأوكراني، سيما الروسي الذي صعد من هجماته. موسكو واصلت تكثيف قصفها من خلال استهداف مناطق مختلفة في أوكرانيا وتحديدا العاصمة كييف التي توقفت فيها إمدادات الطاقة مؤقتا. هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن روسيا شنت 70 هجوما براجمات الصواريخ خلال 24 ساعة. هذا واستهدف القصف الروسي أيضا مدينة ميكولايف جنوب البلاد، ما تسبب في دمار وحرائق. وتعليقا على الهجمات الأخيرة، قال الجيش الروسي إن الضربات التي نفذت على مدن أوكرانية عدة بينها كييف ليلة رأس السنة استهدفت منشآت لصناعة المسيرات بهدف إحباط هجمات إرهابية يجري التخطيط لها وفق الجيش. في 31 من ديسمبر وجهت القوات الروسية ضربة جوية بأسلحة عالية الدقة على مرافق صناعية أوكرانية تستعمل في تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة الهجومية والتي تستخدم ضد روسيا. كما قامت قواتنا باستهداف مرافق تخزين الطائرات المسيرة وتعطيل خطط كييف لتنفيذ الهجمات على روسيا. ومن الواضح أن موسكو بصدد توجيه العملية العسكرية نحو مسار جديد من خلال تكثيف الهجمات في أكثر من منطقة، وهو ما أكد عليه أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة العام الجديد، مشيرا إلى أن الحرب ستتواصل. مواطني روسيا الأعزاء، حمل عام 2022 عددا من القرارات الضرورية الصعبة، وذلك بهدف اكتساب السيادة الكاملة لروسيا وترسيخ وحدة مجتمعها، وأن الحدود التي يتم تشكيلها اليوم هي لمستقبلنا المشترك واستقلال روسيا الحقيقي، وهذا ما نحارب من أجله من خلال حماية شعبنا في أراضينا التاريخية في المناطق الجديدة الروسية، وسنبني معا مصير روسيا. إن الغرب كذب بشأن السلام، لكنه كان يستعد للعدوان، واليوم يعترف بذلك ولم يعد يشعر بالحرج، وهو يقوم باستغلال أوكرانيا وشعبها لإضعاف روسيا وتقسيمها. لكننا لن نسمح أبدا لأحد بفعل هذا، والجيش الروسي سيضمن السلام والأمن لروسيا، وسنمضي قدما وننتصر فقط من أجل عائلاتنا ومن أجل روسيا. وقد ارتفعت وتيرة الهجمات الروسية مع دخول فصل الشتاء، سيما في منطقة دونباس، وتبحث القوات الروسية عن تحقيق مكاسب إضافية في الشرق الأوكراني بعد تكبدها لخسائر في الجنوب وتحديدا في خيرسون التي استعادت كييف السيطرة عليها. على الجانب الآخر، القوات الأوكرانية شنت هجمات هي الأخرى على بعض الأهداف الروسية، وتحديدا في مقاطعة لوغانسك، حيث نشرت في ضواحيها صواريخ هايمارس. ويبدو بأن العام الجديد لن يشهد على المدى المنظور توقفا للمعارك، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن هذا العام سيكون عام النصر في الحرب ضد روسيا، مشددا على أن قوات بلاده ستواصل القتال حتى استعادة السيطرة على كافة الأراضي الأوكرانية. من جانبها، أدانت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا الاستهدافات الروسية في أوكرانيا قائلة في تغريدة لها إن الهجوم الروسي على أوكرانيا في الساعات الأولى من العام الجديد عمل جبان، مضيفة أن الولايات المتحدة واثقة تماما من انتصار أوكرانيا في حربها خلال عام 2023.